اسمع عني بنات الصف الثاني، كل شن اسمع عني، اسمع عني زين. والقرآن بعد اللي دق علي هسه، مو هسه بعد اي يوم، اللي دق علي على الخاص لو تراسلني على الخاص، وحق القرآن، وحق القرآن الا ارسلها اول شهر، ولو يطلع مدري منو ماكو ما انجحها. زين، شو تردن تهددني؟ تردن تخوفني؟ شنو الاستهتار هذا؟ شو مستهترات انت؟ شو ما تستحن انت؟ ما يعني انت شنو، انت شنو يعني ما تفكر انه احنا